والله شيء انت سولي كعرب كله مسلمين وكل شيء، ما كناش نتصور اللي مش توصل للدرجة هذه. وضع انقلاب على شرعية وانقلاب على إرادة الشعب. أنا بصفتي ننتمي لوزارة الدفاع في تونس، الراه اللي عملوه في مصر هو انقلاب عسكري بحت، انقلاب عسكري على خاطر الجنيرو اللي شدوا الكل، اللي رؤساء الدول اللي شدوا في مصر كلهم دي جنيرو، كله ينتمي للعسكر، واحد خير من واحد، واحد خير من واحد. طب مثلا حسني مبارك عسكري جنرال، السادات جنرال، هذايا جنرال، معناه يشوفوا معناه احسن، هم كرهوها العسكريه معناها، ولكن القوه العسكريه اللي موجوده في مصر خلات باش يعملوا انقلاب عسكري. نتمناو اللي معناها في مصر تنفرس ساحة وتونس ما توصلهاش الشيء اللي وصل له مصر، على الاقل نوصل بطريقه سلميه ونشوفوا ثم اجتماعات احزاب ضامنت مع بعضها وكل شيء، ان شاء الله نلقاو حل طريقه من النصوص اللي وصلته مصر توا، خايفين لسوس في مصر كما في سوريا حرب الشوارع. انا مقلقنا برشا الوضع في مصر، سيرتو القتلى اللي ماتوا سواء من الجانب هذا ولا من الجانب الاخر، وبالنسبه انا الموقف من اللي ساير في مصر ومعناها ضد الشرعيه ونورمالمون ما يصيرش هكا، لكن زاد الرئيس المصري ما قدمش تنازلات، يهبط الشعب وبط جماهير ضده، ما قدمش تنازلات وتوجه بخطاب تصاعدي لشنج الاعصاب. وانا ضد انه رئيس مثلا يحكي انه باش يقول مثلا انا مستعد نموت في سبيل الوطن، سبيل الوطن ما تموتش معناها ضد الشعب الواحد، ما يتقاتلش ضد الشعب الواحد، لانه توا مصر دوله كبيره ودوله عربيه معناها كبيره كل شيء. وانا ضد اللي ساير خاطر ضد الشرعيه، لانه مالمون هو خذوه نيابه معينه، النيابه هذيك تكمل ومن بعد ثم انتخابات جديده، اذا كان ما حبوش يعاودوا الانتخابات جديده. يعني الشرعيه الانتخابيه وحدها ما تكفيش، مع الشرعيه الانتخابيه يلزم ثم شرعيه توافقيه، يلزم كل التيارات السياسيه والقوى السياسيه تتفق على برنامج، خاصه مصر بعد ثوره صارت فيها انتخابات، والثوره هذه عندها برشا مطالب، مطالب في الحريه، مطالب في الديمقراطيه، مطالب في العداله الاجتماعيه واللي هي حركه الناس كما في مصر وكما في تونس. هذايا المرسي وحكومه الاخوان المسلمين في مصر ما حقت منه حتى شيء حسب ما يقولوا فيه المعارضه المصريه والشباب نتاع حركه التمرد اللي هبطوا للشارع. الوضع في مصر صحيح انه الاخوان المسلمين اخذوا الحكم عن طريق انتخابات كما في تونس تقريبا، تبقى تمسكهم بخطهم السياسي بالحزب نتاعهم بنظريه الاخوان المسلمين يخليهم يفقدوا الشرعيه هذه بما انهم ما لبوش ادنى حاجه للشعوب نتاعهم. انا نعتبر انقلاب على الشرعيه كان من اجل الاحتكام للصندوق. الشعب المصري من حقه باش يبدي رايه في رئيسه محمد مرسي، وكان عنده راي اخر كان من الاجل انه يسبقوا الانتخابات عن موعدها وتكون الامور خير، معناها خير من الشيء اللي قاعدين نراه فيه توا في مصر.